انا تنقول لك اليوم هذا ملف لا زال في اطار السريه، ما نقدر نقول نجبد حتى شي اسم احتراما للسريه واحتراما لحق الضحايا. يمكن الضحايا هذا الاسم اللي ذكرتي يكونوا ما يبغيوش يطالبوا به، لذلك لا يمكن ان نقدم شكايه باسم شخص ضد شخص غير مرغوب في التقدم بالتشكيك بخصوصه. اما هذا الاسم يروج 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 في الاعلام، اما الضحايا لحد الساعه لم يحددوا الجهه، يعني الجهه موضوع التشكيك اللي كاين تنخبركم به، على اساس انه اثناء المحاكمه ظهرت اشرطه فيها اشخاص اللي بان انهم ساهموا في هذا الفعل من قريب او بعيد. اكثر من ذلك ظهر اشخاص اللي حاولوا تاثير على سير المحاكمه، اما من يعني تاثير على الشهود او اخفاء الشهود او يعني تهديدهم من اجل عدم الحضور للمحكمه او تهديد حتى بعض الضحايا في عدم القول الحقيقه. لذلك اليوم هذا ملف سيناقش مع الضحايا وسنعرف رايهم اذا كانوا يريدون يعني تقديم شكايه المجال. نحن لا يمكن ان نتقدم بهذه الاشياء من تلقاء انفسنا، هذا حق للضحيه وحق للنيابه العامه، لما يتخذوا القرار سنكون جاهزين. بصدق انا تنقول لك لحد الساعه لم يحدد الموقف في مواجهه شخص بعينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.